السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بدنا نحكي بعالم السيارات أسعار وأخبار. بدنا نحكي على الميني كوبر. هذه السيارة كتير ناعمة وسريعة، وعلى فكرة هذه السيارة بصنعها البي ام في. هي صحيح إنجليزية، ولكن البي ام في بي ام دبليو يعني اشتراها، وحتى الموتير اللي بقلبه هو موتير بي ام في. هذه السيارة موديل 2005. أول شيء بدنا نشوفه الموتير. نفتح الموتير، نفتح غطى الموتير. غطى الموتير بينفتح من هون على اليمين، لأنه مثل ما بنعرف الإنجليز بيفتح من هون على اليمين. الإنجليز بيسوقوا من هون على اليمين، حطوا الدركسيون هونيك بس تركوا الهيدي هون. تمام. هذا الموتير، موتير 116 حصان سرعته، اربع اسطوانات، اربع سلندر يعني. سيارة مكيفة، فيتيس اوتوماتيك. سيارة كتير حلوة وكتير اقتصادية. هذا نجي لجوة. اول شيء بدنا نرجيكم هون، في لها فتحتين، في لها فتحتين، حاول نفتحهم مشان نشوفهم مع بعض. هيدي واحدة، وهيدي التانية بتطلع طلوع. هلا هون بنحكي من جوا. الستيرنج الدركسيون تبعها مالتي ستيرنج، زمور بالزيت تطفيها بتدورها. وهون مشان الراديو ومشان السرعة، على فكرة هي فيها تيمبومات. التيمبومات كلنا بنعرف انه يعني لما بتشغل التيمبومات بتصير السيارة بتمشي لحالها. بعدين السيارة هيدي ماشية 116,000، ماشية بس 116,000، يعني موتيرها بعده كويس. وفيها من هون من ورا، اذا كان ما بدك تعمل بالفيتيس فيك من هون ومن هون وعن اليمين. فأسة المكيف، ازاز الكهرباء، قفل، اضوية، كله موجود. سيارة كتير حلوة، سيارة كتير جميلة. نحكي عن الصالون. الصالون مثل ما شايفين صالون جلد، صالون كأنه جديد، كأنه معمول هلأ. سيارة كتير كتير نظيفة، والناس اللي كانت عندهم السيارة كتير نظيفية وكتير لبقين وكتير يعني ناس محترمة. هيدي هون طبعا إذا كان واحد بيحب يعلي يقرب يطلع، تطلع معك اهو، تطلع معك، تطلع قد ما بدك، وبتنزل وبتنزل حتى وقت تكون قاعد فيها بتطلع وبتنزل. بفتح هون ورا كمان، شوف الصالون كتير كتير جميل وكتير كتير حلو وكتير كتير نظيف، يعني كأن السيارة منا مركوبة لحد الآن. كتير كتير حلو. نجي لهون للغطا.
الغطاء كمان اوتوماتيك يعني. هيدي هون وهذا هون. هيدي السيارة ما فيها دولاب سبير يعني، ما فيها ستبن يعني، ما فيها تغير دولاب. حاطين فيها بس هون هذا منفخ على الكهرباء، بتحطه محل ما بتشعل السيجارة وبتحطه بالدولاب وتشغله. في هون هذا دواء، وحاطين كمان الأشياء تبعيته، بتحطها تبرمة وبتحطها بالدولاب. إذا كان الدولاب الفخت اللي بالدولاب خفيف يصلح الدولاب. كتير كتير حلوة، صحيح ضيقة من وراء، ولكن هي هيدي أكتر شيء سيارة سبورت يعني، سيارة للشباب. وعلى فكرة هيدي السيارة يعني نحن اشتريناها، كتير كتير سيارة حلوة. بدها تنظيف طبعا، بدها تنظيف، هلأ جايبينها بدها تنظيف إن شاء الله بإذن الله. إذا كان بهاليومين ما انباعت لأنه بدنا نوقفها هون، عنا شغل غيره. إذا ما انباعت بهاليومين بنغسلها وبننظفها وبنرجع بنصور مرة ثانية. ولي بجدد طبعا جانت سبور، سيارة كتير حلوة حلوة. المرايات طبعا على الكهرباء، سيارة كتير جميلة من قدام، كتير كتير حلوة. وهيدي قلنا نحن قلنا انها موديل 2005. على فكرة هذا الموديل موجود هو نفسه من 2002 لغاية 2008، هو نفسه ما بيتغير فيهم شيء ابدا، بس الضوء من ورا بيتغير بس، لا اكتر ولا اقل. الضوء بيجي اطول شوي يعني، اكبر شوي. المهم هيدي هي السيارة، ان شاء الله تكون عجبتكم. ان شاء الله باذن الله بنرجع يعني، عندنا الحمد لله سيارات كثير بدنا نصور ان شاء الله باذن الله. ويعطيكم العافيه واهلا وسهلا فيكم. بس في انا شيء يعني نسيته، نسيت مشان قرب له نزلها شوي ونرجع لورا. في هيدي السيارة هون، هيدي وهي، هذا مدفئ للكرسي، مدفئ للكرسي، تفقص المدفئ شايف لك الدوان هون، بدك الاثنين يعني لتحت ولظهرك، وبدك بس لظهرك وبدك بس لتحت ممكن. وهيدي كمان ل اللي جنب الشوفير. سيارة يعني ما فيها كل شيء، فيها كل شيء يعني، كل ما كل شيء بواحد بيتمناه طبعا. سيارة كتير حلوة، كتير جميلة، وسعرها على فكرة منو غالي يعني، سعرها تقريبا لا حدود يعني بين 2000 و 3500 حسب نظافتها للسيارة، حسب حالتها، حسب قديش ماشي الموتير، كم كيلومتر عامل مثلا 100,000، عامل 200,000، عامل 250، يعني الحالة الطبيعية للسيارة اللي بدها تكون نظيفة من بين 2000 و 3000. هلا هيدي السيارة لأنها ماشية 116,000، لأنها ماشية 116,000 يعني تقريبا بحدود 3000 يورو، لانه في لانه في ناس قالوا لي اصطفل انت قلت 3000. المهم وعلى فكره هيدي السياره انطلب مني يعني اني صورها، في حدا عزيز علي كتير كتير وطلب مني اني صور سياره مثل هيدي، بدنا نقول اسمه ولكن هو بيعرف اسمه. ان شاء الله باذن الله تكونوا يعني انبسطتوا بهذا الفيديو ان شاء الله باذن الله. وبتمنى منكم ما تنسوني باللايك، وما تنسوني بالاشتراك اذا كان منك مشترك عندي، وما تنسيني بتعليق حلو مشان يعني. وهيدي نسيت انا عفوا، هيدي هون
مشان المراية، مشان المرايات. وهون طبعا كلنا بنعرف، وهذا الاوتوماتيك، اوتوماتيك طبعا في تيبترونيك، تيبترونيك يعني انت فيك تعمله لهون وفيك انت تغير بنفسك بقى. المهم هذه هي السيارة، المهم هذه هي السيارة ان شاء الله باذن الله. مشان تعرفوا، مشان تعرفوا الفرق بين الموديلات، مثلا مشان تعرفوا الفرق بين الموديلات، هون هدول هذا بيروح لل 2008 تقريبا، الثاني اللي بعد 2008 اللي اجدد منه بيبقى اطول شوي واكبر شوي، يعني بيبقى اكبر شوي مشان تعرف انت بالموديل ومشان تعرف تتصرف. وهلا بقولكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسونا مثل ما قلنا بالشير، بالاشتراك، باللايك، تعليق جميل، عجبك ما عجبك ما في مشكله، المهم ان شاء الله يكون عجبكم، وان شاء الله باذن الله بنرجع لكم بفيديو ثاني وبسياره ثانيه باذن الله، عالم السيارات اسعار واخبار. السلام عليكم.